السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم خلقت طليقا، أو قصيدة بعنوان خلقت طليقا. هذه القصيدة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي هو شاعر، أهم شيء تعرف عنه أنه شاعر تونسي معاصر، ولد عام 1908 وتوفي وهو في ريعان شبابه عام 1934. له ديوان اسمه أغاني الحياة. هاي المهم تعرفي عنه أنه شاعر تونسي وله ديوان أغاني الحياة وتوفي وهو في ريعان شبابه. خلقت طليقا قصيدة تدعو إلى الحرية، وعلى الإنسان يجب أن يطالب بحرية أو يدافع عن حريته أينما كان. هذه القصيدة تعد من قصائد الشعر الإنساني، لأن الشاعر يخاطب فيها كل إنسان على وجه الأرض. شرح الأبيات من 1 إلى 4 يخاطب الشاعر الإنسان، فيقول أنه خلق حرا كالهواء والنور، وأنت حر كالطير المنطلق من سماء الحرية وفي الطبيعة، وتمرح بنور الحرية وتمشي كما شئت بين المروج الخضراء. الأبيات من 5 إلى 7 يخاطب الشاعر الإنسان الذي تنازل عن حقه ويقول أتخاف أن تطلب حريتك التي هي هبة من الله، ويطلب منه أن ينهض ولا يخشى شيئا من أجل الحصول على الحرية. فما خلف تلك الطلاع إلا نور الحرية، فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. الأبيات من 8 إلى 11 يتحدث الشاعر عن الأمور التي ستراها بعد حصولك على الحرية، وهي الربيع الجميل ورائحة الورود وأشعة الشمس التي تتراقص على سطح المياه، والطير الذي يحلق في سماء المروج منشدا أجمل القصائد. فالحرية جميلة وهي هبة من الله عز وجل للإنسان. أما الفكرة العامة للقصيدة، دعوة الشاعر إلى التمتع بالحرية ومواجهة الصعوبات التي تعترضها. إن معاني أو مفردات صعبة وردت في هذه القصيدة: طليقا حرا، طيف رقة، النسيم هو الهواء اللطيف، إن دفعت انطلقت، تجدو تغني، وحي الإله ما يلهمك الله به، وهو الوحي هو الإلهام، أنى تراه أينما تراه، المروج هي السهول الخضراء، الربا جمع رابية وهي أي المنطقة المرتفعة، أتخشى وأترهب معناها أتخاف، أتخشى وأترهب تنتين نفس المعنى معناها أتخاف. نشيد السماء أو نور الفضاء هي مقصود بها هنا الحرية، الانهض يعني هيا انهض، ثم هناك، صباه بدايته، الغرير هو الجميل، ضافي هو واسع، ردا هو ثوبه، أريج هي الرائحة الطيبة، الأنيق هو الجميل. وردت عنا أيضا صور فنية وهي كالتالي: كطيف النسيم أو كنور الضحى، شبه الشاعر الإنسان الحر بالهواء اللطيف وبنور الضحى المنتشر، تغرد كالطير، شبه الشاعر الإنسان الحر بالطير الشادي، فمن نام لم تنتظره الحياة، شبه الحياة بإنسان لا ينتظر المتخاذل، يطرز بالورد ضافي رداه، شبه الربيع بخياط يزين الثوب، أو بخياط يزين الثوب هي مقصود بها هنا الأرض، بأجمل الأزهار، وشبه الأشعة بفتيات يرقصن. ورقص الأشعة بين المياه هنا شبه الأشعة بفتيات يرقصن. إلى النور فالنور عذب جميل، شبه الحرية بالنور. أما الأساليب التي استخدمها الشاعر بالقصيدة، في عنا أسلوب استفهام أتخشى، الغرض منه الإنكار والتوبيخ. عنا أسلوب أمر الانهض، يفيد الحث والنصح. عنا أسلوب نهي ولا تخشى، يفيد النصح والإرشاد. إن في تكرار وإلا، يفيد التخصيص والتوكيد. وهيك بكون من هنا شرح القصيدة مع أصول فنية التي وردت فيها.